السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده رجعنا لكم بأحلى زينة لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. من الفوم الشكل الجميل اللي احنا عاملينه دوت، عاملين كده فانوس وهلال ونجمة وفانوس تاني، طريقة بسيطة جدا وسهلة، وانت اللي عاملاها بنفسك وشكلها حلو قوي قوي قوي، وكمان تحكمك في الألوان بيديك النتيجة في الآخر رائعة. يلا بينا نبدأ ونشوف الطريقة بتاعتنا عملناها ازاي. هنا هنيجي وهنجيب ورقة عادية وهنتنيها اتنين من النص، وهنيجي هنرسم هنا كده خط مستقيم، بتخش لجوه حوالي 5 سنتي، ولو انت عاوزة تصغريه او تكبريه تقدري تحكمي، وبعدين بتنزلي تحت كده بدوران صغير، بتنزلي تاني بخط مستقيم وبتاخدي دوران صغير، وبعدين اخر واحد بتاخدي دوران كبير كده جاي ببوظ شويه. سهله قوي بالشكل ده، امشي على الخطوات تطلع معاكي مظبوطه. بتتنيها اتنين كده كمان، وبعدين بتقصي هيطلع الشكل مظبوط بالظبط. بقى هو دوت كده شكلها بعد ما قصناها طلعت بالشكل دوت. هتيجي هنا كده في النص، هتسيبي من النص بالظبط بالطول نص سنتي ونص سنتي، وبعدين قصدي 1 سنتي بالظبط من النص، وبتطلعي لفوق خطين مستقيمين تبع ما انتي عاوزة تخلي الطول بتاعها بالشكل ده. وبعدين هتيجي من فوق هتعملي دوران 7 كده زي ما هو من الفانوس من بره بالظبط، الدوران اللي طالع معاكي ده هتعمليه من جوه بالشكل ده. وزي ده تعملي واحد هنا وواحد هنا، عملتهم بقى هما التلاتة بالشكل دوت كده. هتيجي هنا كده هتفرغيها، هقول لكم على كذا طريقة للتشطيب بتاعها النهائي، هتشوفوها اللي تناسبكم اختاروها في التلاتة. انا قصيت حتة صغيرة كده اتنيتها بالنص وقصيتها وهفرغها بالشكل دوت كده، تمشي على الخط عشان تتفرغي معاكي مظبوط بالمقص. فرغتها بالشكل دوت كده، هفرغ التلاتة التانيين زيها، الاتنين التانيين زيها بالظبط، بقى هما التلاتة بالشكل ده كده. هاجي هنا على ورق فوم جلدر وهقلبه على الظهر دوت بلزق، لو انت عاوزاه من غير لزق برضه هيمشي معاكي بس بلزق هيبقى يعني ادخن شوية. وهاجي هحدد عليها الشكل من بره كله بالقلم، وهحدد برضو من جوه. لو انت مش حابه تفرغيها من جوه عادي ما تفرغيهاش، سيبيها مقفوله، وانا هقول لك برده ازاي. حابه ان انت تفرغيها برده هقول لك، حابه تفرغيها وسيبيها متفرغه كده، ده تبع ذوقك انت وراحتك. بالشكل كده طبعته، وبعدين هقصه، قصيته بقى بالشكل ده عشان برضو نفرغه. هاي وهتنيها، هفتح فتحة صغيرة كده اتنيها، وقوم قصة
قطعة صغيرة والشكل ده كده، اقوم فرغها. فرغتها كده بنفس الطريقة، هفرغ الاتنين التانيين بعد كده. شكلها زي ما انتوا شايفين متفرغة كده، حابة تحطيها كده او حابة لو انت مش حابة تحطيها كده، اه بتيجي انا عاملة شكل تاني. فضي اخدت اللي انا مطلعاه منه وهحطه بالشكل ده كده هنا، وهشيل طبعا اللزق كله واقوم حاطاه على ورقة، اي ورقة عندك تلزقيها من تحت، يبقى هو دوت كده شكل، دوت شكل من الاشكال على ورقة، هتشيلي دوت كله تلزقيه. وفي حاجة تانية، ان انت ممكن تجيبي واحد زي دوت كده وتاخديهم وتلزقيهم كده بالشكل ده، الاسهل ليكي تعمليه. ولو انت مش حابة تفرغي خالص عادي ممكن ما تفرغيش وتقص الشكل دوت كده على ورق من الفايد من البواقي وتحطيه عليه بالشكل ده، او اما لو انت مش حابة تقصي هتجيبي برضو البواقي وهتجيبيها وهتاخدي منها حتة وتلزقيها عليها بالشكل ده زي ما انا وريتكم الوقت، على قد بس مكان الفتحة عشان ما تهدريش معاكي من ورق الفوم. دول التلات طرق اللي يناسبك اكتر اعمليه. ما تنسوناش يا حبيبي في اللايك بتاعكو وكومنتاتكو الحلوة الجميلة. هنا هنجيب ورقة تانية وهنتنيها بالشكل ده كده عشان نعمل فانوس رسمة تانية. عملنا من فوق نص دايرة ونزلنا بخط مستقيم، خط مستقيم تاني وعملنا دوران، ونزلنا بعد كده بخط بس معوج اللي هو جاي سبعة بالشكل ده، ومن تحت عملنا خط تاني كمان نازل سبعة تانية، وعملنا في النص دوران خط طلع بدوران وجنبه برضو خط تاني بدوران بالشكل ده. هقصه، قصيته بقى هو دوت كده الشكل بتاعه. فرغت برضو زي الطريقة الاولانية بالظبط، ونفس الطبع بالفوم هعمله. هنا عشان نعمل الهلال هجيب اي دايره عندك مدوره، اي حاجه مدوره، وحطيتها بالشكل ده، اخدت عليها الدوران بتاعها، بعدين طلعت لبره شويه وعملت كده وهقصه، يبقى دوت شكل الهلال اهو، دوت كده شكله بعد ما عملناه. هاجي هنا النجمه عشان نعملها، هناخد دايره كامله، نجيب المسطره هننزل بيها 8 كده، وهطلع من 8 بالشكل ده وهقص. قصتها بقى هو ده كده شكلها. بعدين هاجي هتنيهم على بعض ان انا عاوزاها من بره تبقى بدوران كده، وهاجي هقص الطرف البوز ده خليه بدوران، لو انت حباها ببوز كده خلاص سيبيها عادي براحتك. ومن هنا برضو بالشكل ده، بعدين هفتحها بقى هو ده كده شكل النجمة بتاعتنا كده. انا قصيت الباقي كله على الفوم، طبعا ما هوش محتاج، لان انا عرفتكم الطريقه الاولانيه ازاي، مش هنعرف الفانوس التاني. بعدين هنا هنيجي معانا شريط الستان، بتظبطي المسافه ما بين كل واحده وواحده زي ما انت عاوزه، ممكن تلزقي بالشمع، انا فضلت الدباسه، لزقتهم دبستهم بالدباسه في الشريط زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه تظبطي مسافاتك بعيده عن بعضها بالتساوي. انا حطيت الاول فانوس وبعدين نجمه وبعدين هلال وبعدين فانوس، ومشيت بنفس التدريج دوت تاني. اتمنى ان فيديو النهارده يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك وكومنتاتكم الحلوه، ولو اول مره تشوفونا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. شكلهم حلو قوي، الوانهم جميله، الفوم الجليتر الوانه جميله. هو ده الشكل النهائي بعد ما انا حطيتهم وسويتهم وظبطت المسافات ما بينهم وما بين بعض بالشكل الجميل ده. هو دوت شكل الزينه بتاعتنا بالفوم، ارخص بكتير طبعا من اللي بره، لان بره بيتباع غالي قوي وبيعملوه يعني مقاسه صغير جدا، يعني الفانوس مفيش، وكمان الـ يعني المتر نفسه مترين، لكن دوت تقريبا 3 متر. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.